السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم يا أهل الخير يا الأخوة والأخوات في هذا المساء الطيب. يا أخوتي، كما تعلمون فإن السياسة هي أشرف المهن، السياسة لأنها رعاية شؤون الخلق. هذه السياسة بالمعنى الشرعي، بالمعنى الإسلامي الحقيقي، أنها رعاية شؤون الخلق بأفضل شكل ممكن، والحفاظ على حقوق الناس، وتسهيل الحياة للناس حتى يصلوا إلى الهدف الذي يبغونه، يعني من الولادة إلى الممات بأفضل شكل كان. ومن يقوم للسياسة فإنه يضع على نفسه أمانة كبيرة، لأنه راعي، والراعي مسؤول عن رعيته. ولذلك يا إخوتي، نحن الآن في وقت صعب للغاية في كل العالم، وكذا في السويد. السويد تضطرب كالأمواج العاتية، وحال المسلمين فيها لا يخفى على أحد ولا يسر حبيب أو صديق. وضع المسلمين مخيف في السويد الآن، لأنهم لا كلمة لهم، ولا يعتبرونهم أبدا، ولا يلقون لهم أي بال. الآن نحن سوف ندخل في انتخابات، هذه الانتخابات كما ذكرت لكم انتخابات يعني بتقول لكم يعني مثل الحمام مقطوع ميته، للأسف كما نقول نحن. كل واحد عم يغني على ليله. السياسيون الآن لا يهمهم إلا الفوز بالانتخاب بأي شكل من الأشكال. للأسف، صحيح أنهم ممثلون لهذا الشعب، ولكنهم ليسوا بالمستوى الذي يجب أن يكون عليه الممثل لهذا الشعب الطيب في هذه البلد الجميلة السويد. السويد إذا استمرت تمشي على هذا الطريق فإنها سوف لن يبقى فيها شيء جميل كنا نعتبره جميلا. كلما تقربت السويد من الرأسمالية القحة، الرأسمالية الظالمة الجاحدة، فهي تبعد عن الناس، وسوف يعاني الناس معاناة، يعني نذكركم بمعاناة الشعب في الأيام، أيام السويد الصعبة عندما كانت الناس تموت من الجوع. لا نريد ذلك. ولذلك يا إخوتي، نحن الآن في موقف صعب، الانتخابات على الأبواب. وهذه الرسالة يا إخوتي أتوجه بها باسمكم إلى قيادة حزب النيانس. أنا لم أتكلم بهذا الموضوع من قبل، ولم أذكر أي كلمة، ولم أتدخل، ولكن الناس بدأت تسألني، ولذلك وجدت أنه علي واجب، وسألت الله سبحانه وتعالى قبل أن أتكلم هل أتكلم أم لا، لأن ربما كلامي لن يعجب البعض، لكن هذا الكلام حقيقة هو من قلب مخلص يحب الخير للناس والمساكين. حزب النيانس، أيها الأخوة في قيادة هذا الحزب، إني أتوجه إليكم من باب المحبة. أنا لا أشك أبدا في إخلاصكم وفي رغبتكم في مساعدة الناس الذين سيدعمونكم، هذا لا أشك فيه. ولكن يا إخوتي، كما تعلمون السياسة هنا في السويد ليست بذلك الشكل البسيط، إنها لعبة معقدة للغاية، جدا معقدة، ولا يكفي فيها طيبة القلب والإخلاص. أنا لا أشك بإخلاصكم أبدا، ولكن الإخلاص لوحده لا يكفي، لا بد من العمل الصحيح. شرط النجاح هو الإخلاص والعمل الصواب. الإخلاص والصواب هما الشرطان الأساسيان لكل نجاح. فيا أيها الإخوة الأكارم، الناس الآن تتطلع إليكم، وأنتم وضعتم أنفسكم يعني رعاة لهؤلاء الناس، ترعون شؤونهم، فلا أريد لكم أبدا أن تفشلوا، لأن فشلكم هذا سيكون صدمة كبيرة لكل من يرغب فيما بعد أن يقوم بالعمل السياسي ويشارك في العمل السياسي من جماعتنا ومن أبناء جلدتنا في هذه البلد. عليكم أن تراعوا هذه النقطة، لا أريدكم أن تفشلوا. الآن ما الذي أطلبه منكم؟ الذي أطلبه من قيادة حزب النيانس أن تكون صريحة مع نفسها، وأن تتذكر أن هذه مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى.
هذه يتوقف عليها أمور مصيرية للغاية تهمنا جميعا. فأرجو منكم أن تجروا دراسة، ودراسة على الأرض حقيقية. هل سيكون لكم من المنتخبين ما سيكفي لكم بدخول البرلمان؟ بكل صدق وإخلاص، فإن وجدتم ذلك حقيقة أنكم لديكم يعني احتمال كبير للنجاح والفوز ودخول البرلمان، فاستمروا في عملكم، بارك الله عليكم. ولكن إن وجدتم، وأقول لكم أن أبناء جلدتنا لا يعتمد عليهم بشكل عام، يعني يعيدون ولا ينفذون، وأغلبهم لن يذهب للانتخاب، هذا عيدناه بهم من قبل، أغلبهم سوف يبقى في البيت نائما ولا يذهب إلا القلة القليلة. مع ذلك نرجو أن لا يحدث هذا، ولكني أقول لكم إذا وجدتم أن هناك خطر أنكم لن تنجحوا، فأطلب منكم أن تلعبوا تدخلوا اللعبة السياسية بشكل آخر، وهو أن تتفاوضوا مع أحد الأحزاب الأقل ضررا لنا، الأقل عداء لنا، تتفاوضوا معها، وبذلك تعطوا أصوات ناخبيكم لهذا الحزب الذي ترونه هو ممثل لنا أكثر من غيره. لا يوجد لنا حزب يمثلنا، أنتم تمثلوننا. ولكن إذا كنتم لن تفوزوا لا سمح الله، فأرجو منكم أن تتوجهوا إلى أحد الأحزاب وتتفاوضوا معهم، حتى تقول لهم نحن نعطيكم أصوات المنتخبين في هذه الانتخابات إن حققتم لنا كذا وكذا، هذا لوجه الله. أما لأنه تشتيت الأصوات، وتشتيت الأصوات، وهذا سوف يعطي فرصة أكبر للأحزاب المعادية العنصرية أن تفوز. فإن استطعنا أن نجمع أصوات الأجانب والمسلمين وغيرهم من يعني يحمل همومنا نحن، فهذا أمر جيد أفضل من غيره، والله أعلم. هذا ما أراه بهذا الموضوع. أسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق يا إخوتي. كما قلت لكم، الأمر يحتاج إلى حنكة، ويحتاج لا يخفي فيه الطيبة التي أنتم تتميزون بها والتي أراها في وجوهكم. الطيبة لا تكفي والبساطة لا تكفي، يجب هناك دراسات حقيقية مخلصة، يعني تصور لكم الواقع كما هو، حتى لا يغرر بكم وتدخلوا في أمر ثم لا تفشلوا فيه، إما يكون سيكون له تبعة كبيرة على الناس الذين تمثلونهم. والله من وراء القصد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.